السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسة بدمنهور، معاك كابتن أبو نور. تحياتي يا جماعة، منورين كلكم على القناة عندنا. الحمد لله القناة بتاعتنا كل يوم في وصول جامد وزيادة ناس جامدة، ناس كتير، ويعني الحمد لله ده معنى كده إن الناس عارفة بتتعامل مع مين، وعارفة الثقة في مين، وعارفة بتاخد معلوماتها الصح من مين، من غير ما حد يضحك عليك، ومن غير ما حد يكبر لك ويهول لك الموضوع في تربية كلبك والكلام ده كله، ومن غير ما حد يدخلك في دوائر فيها نصب وفيها اشتغالات. النهاردة يا جماعة طبعا هنرد على الأسئلة اللي بتجينا على اليوتيوب وفي التعليقات والحاجات ديت. بس قبل ما نتكلم النهاردة بنقول الأخ زياد كان بيقول لنا المغرب كمان معاك، تحياتي للمغرب وتحياتي لكل أهل المغرب، الناس الجميلة، الناس المحترمة جدا، تحياتي لكم جدا وربنا يخليكم لينا يا رب. في الأستاذ حسام سالم بيقول أجدع أبو نور، والله شبرا ورود الفرج بتمسي عليك وعلى البحيرة كلها. عاوز منك طلبين، الاول فيديو لاول حصه للشراسه، الكلب لسه يعني مش عارف حاجه خالص، باذن الله استاذ زياد عناية حاضر يا استاذ حسام، هنسجل لك الفيديو ده قريب. والتاني تشوف لي جيرمان شيبرد بلاك كود يكون 2 شهر تكرما وليس امر بعد اذنك. حبيبي ده انت على دماغي يا باشا، وانت امر كمان تامرني على دماغي يا استاذ حسام. حضرتك يكفيني بس متابعتك الجميله دي واشتراكك معانا على القناه. باذن الله لو في اي حاجه جيرمان بلاك، لان انا والله الكلاب عندي انا بتاع تاني ما فيهاش جيرمان بلاك خالص، لو في اي حاجه جيرمان بلاك ظهرت قدامي هعرف حضرتك باذن الله. في الاستاذ محمد جمال بيقول يا ابو نور انت ما تذكرتش السودان. حبيبي يا استاذ محمد والله تحياتي ليك، السودان دي احلى ناس وعلى دماغي كلهم، ويعني بس ما يعني معلش بيبقى وقت الحلقه ما يخليكش تذكر الاسامي الناس كلها الجميله اللي زي حضرتك، وشكرا لمتابعه حضرتك. في الاستاذ محمد هشاء بيقول انت راجل محترم يا ابو نور، والله انا كمان نفسي تكون قريب علشان تدريب الكلب بتاعي، بس ان شاء الله قريب هحاول اجيبه لك، بس اخلص فرحي باذن الله 2/8 تنورنا بالمنوفيه، نعمل معاك اي واجب. حبيبي يا استاذ محمد والف الف الف مبروك لحضرتك، ويا باشا باذن الله وبمشيئه ربنا خلص فرحك تمام التمام وهات لنا الكلب واحنا تحت امر حضرتك، اتصل بينا تحجز، وبعد كده باذن الله وبمشيئه ربنا نتصل احنا عليك نقول لك تجيبه لنا امتى باذن الله وبمشيئه ربنا، نفرح بيك بقى وانت جايب لنا نونو صغير كده، ربنا يسهل لك الحال يا رب. في بقى يا جماعة سؤال تاني بيقول اسمه وولف ماء بيقول يا كوتش عاوز اعرف وصفة تخلي شعر الكلب ناعم ويطول اكتر. احنا امبارح قلنا على موضوع الصبر ده على فكرة لقيناه كويس وتعاملنا فيه مع كلابنا، لقينا الكلاب النهاردة يعني لسه مدينه الكلاب امبارح، لقينا الكلاب النهاردة في تحسن كويس، كلاب فائت، في كلاب نزلت ديدان كتير من معدتها، في تغيرات في الكلب. بالنسبه للشعر برضو موضوع ان الشعر يطول ده عليك بالحومه بس على طول بالشامبوهات والحاجات ديت، وباذن الله وبمشيئه ربنا الكلب هيبقى تمام. وفي ممكن تجيب انت في زيوت للحيوانات للشعر والحاجات دي تدهن له جسمه والشعر هيبقى ناعم وكويس وتمام التمام. وخدها مني نصيحه، لو عايز الشعر يلمع وفي لمعه والكلام ده كله خليك في اكل في الاكل الني، ما تاكلش الكلب طيب، اكل الكلب الهياكل والرجول والرؤوس والجناحه والحاجات ديت تكون نيه، ولو ما يتعود عليها بس مش هتشوف طبعا التغيير في الاول على طول، لازم الكلب بيقعد فتره اقل واجب شهر يعني، وهتشوف تغير فعلا في الكلب في شعره وفي شكله وفي جسمه باذن الله هيبقى تمام التمام. في برضه يا جماعه الاستاذ احمد هشام بيقول انا ببقى لسه محمل كلب وريحته وحشه ولعابه ريحته وحشه، ايه الحل؟ يعني ريحته وحشه ولعابه ده معنى كده ان في استاذ احمد في عفونه في معده الكلب. الكلب اللي زي ده تجيب له حبايه انتينال وتديها له تكررها 3 مرات هيبقى تمام التمام باذن الله. طب انت بتقول مش هنعرف نديله البرشامه مثلا، ممكن تجيب راس فرخه وتفتح بق راس الفرخه كده وهتحط له حبايه البرشام فيها ويكون جعان وتدي له راس الفرخه هياكلها على طول، وفيها حبايه الانتينال. الانتينال ده كويس جدا يعني على فكره، وبيطهر معده الكلب وبينظف. في برضو سؤال تاني مش عارف من المحلوية بيقول الكلاب البلدي مش بتطعم ومش بتموت. فعلا الكلاب البلدي ما بتطعمش ولا حاجة ومش بتموت، وبتبقى مناعتها قوية جدا وبتبقى مناعتها كويسة. طبعا ده علشان الكلب البلدي معروف ان هو يعني ربنا اللي متذكره دايما وربنا اللي دايما عينه عليه، وطبعا الكلب البلدي بيلف هنا وبيلف هنا وبياكل ده وبياكل ده، يمكن يكون ربنا بيجعل له مثلا الحاجة دي فيها دواء ليه، ولو كل حاجه فيها مرض ممكن
بياكل حاجه بعدها بخمس دقائق فيها دواء. ليه؟ الكلب البلدي لما بيبقى تعبان وعنده سخونيه مثلا بيروح على اي مكان رطب في الشارع، اي حد رشش ميه وينام عليها، الكلب بتاعك اللي في البيت مش هيعرف يعمل كده، وعشان كده الكلب البلدي مناعته قويه. طبعا يا جماعه نستكفي بقدر الاسئله على كده، اي حد محتاج اي حاجه يكتبها لنا في تعليق باذن الله هنرد عليه فورا. تحياتي ليكم جدا، تحياتي لكل الناس اللي منورانا على القناه، لكل الناس اللي متابعانا من اي مكان في اي دوله في الوطن العربي واي مكان في اي محافظه في محافظات مصر. تحياتي للجميع، نشكركم على تجمعكم معنا على القناه، نشكركم على ثقتكم في معلوماتنا، نشكركم على حبكم لينا واحنا كمان بنحبكم. ربنا يعلم كل واحد بيكتب كلمه جميله بترجع له وبتقعد في حقه، ربنا يعلم احنا بنحبكم قد ايه، لان احنا بيكم وصلنا وبنفسكم اتقدمنا لقدام ونجحنا الحمد لله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسه بدمنهور، كابتن ابو نور بيمس عليكم، واحلى تحيه لكل الناس اللي بتحب تربيه الكلاب واللي متابعه معانا تربيه الكلاب. تحياتي ليكم جدا، مع السلامه.